يقول ما معنى كن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نعد الجلوس عند أهل الميت بعد الدفن من النياحة، هل هذا تقييد أم نهي أم ماذا؟ هذا ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة، صنعة الطعام ما قال لهم، قال صنعة الطعام من النياحة، هذا من كلام جرير، وهو له حكم الرافع، هذا له حكم الرافع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعملون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرافع، وهو يدل على أن إقامة المآتم والاجتماع لأهل الميت، وأن أهل الميت يصنعون أطعمة كثيرة ويقدمونها، هذا من النياحة. نعم.